كيف حالك يا عمي؟ تحياتي أخي من غزة أخي. انت من غزة؟ اللهم بارك، ما شاء الله. كيف احوال في غزة؟ الله ينصر اخواننا ان شاء الله. أنت أخي من الجزائر؟ نعم، من الجزائر. كيف حالك يا عمي؟ تحياتي أخي من غزة أخي. انت من غزة؟ اللهم بارك، ما شاء الله. كيف احوال في غزة؟ الله ينصر اخواننا ان شاء الله. أنت أخي من الجزائر؟ نعم، من الجزائر. كره الجزائر؟ كاع رانا في لاميرت خويا، كاع رانا عايشين فيها. انت عندك بطاقة الهوية بأنك من فلسطين؟ نعم، هل لك بطاقة أو وثيقة تدل على أنك فلسطيني؟ اعطيني بطاقة. رشاد، رشاد، هل ممكن تجيب لي الجواز بتاع السفر؟ هلا بيمكن شو نعم نعم يرجع على اخوه؟ لماذا تراوغ في الكلام؟ هيا بنا نجاهد في فلسطين. يا اقسم بالله العلي العظيم، ولا فتح الحدود للجهات في فلسطين لذهبت انا الاول من ولاية سعيدة. اي يعني الحدود مغلوقة. حدود ما تنجمش تفوت، مصر مبلعتها، مصر تخدم معاها، ما كاين هضرة، ما نجمش ولكن قل نهضر. لا، اسمع، لدي طريقة يمكننا أن ندخل من رفح ويمكننا أن ندخل من الأردن. ولكن قل لي، لماذا الجزائريون في جميع أنحاء أي أي العالم ذهبوا، اسمع، ذهبوا إلى بريطانيا وإلى روسيا وإلى أمريكا وإلى الأمازون وبلاد بعيدة جدا عن فلسطين ها وحدود مغلوقة ودخلوا إلى تلك البلاد؟ وهل صعب عليكم أن تدخلوا إلى فلسطين؟ وأنتم تقولون لا أنكم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة يا أخي. لدي مدة طريقة لكي تسمع، أنا لدي عاودنا طريقة لكي مدة تدخلوا إلى فلسطين. إذا أردت أنت والجزائريون فتعالوا عندي فأنا أساعدكم. وين جو عندك؟ وين راك؟ طب لازم تعالوا إلى الأردن أو إلى مصر، لدي أصدقاء يمكنهم أن يدخلكم يا إلى سلام. فلسطين. مرسي رضا، مرسي رضوان، مرسي بوكو احبابي، مرسي بوكو اخوتي، مرسي عليكم. ايو رأيت الحلوى ونسيت القضية. ناسي ها؟ الله غالب خويا، راه فيها الحلوى وكي شغل خويا، تعرف عليه ما نجمش كتر معاك بالهضره، خاش راه بداو يضربوا فيا بالسينيال، فهمني. المهم خويا بدل السوجي، فهمني، بدل السوجي. وكي قل لي، هل يمكنك أن توجه رسالة إلى النظام لكي يساعد إخوان في فلسطين؟ لا اسمع، أنا جزائري، اسمع، أنا جزائري وسوف أوجه رسالة إلى النظام. أطلب ما من تمشيهاش النظام عندي، ما الجزائري تمشيهاش أن عندي، خاطر غادي ينزلك. يساعدنا. وأنت خائف، أنت لست بجزائري حر، وأتحداك أن تطلب من النظام الجزائري أن يساعد إخواننا في فلسطين. من أنت واش نخاف؟ تخاف. من واش نخاف؟ اسمع، أنتم الجزائريون تجاهدون مع فلسطين بهذا. هذا هو الجهاد، هذا هو سلاحكم مع فلسطين، هو هذا. ليه سقسيتك؟ بايع هذا البلاد، هو سلاحكم مع فلسطين. راك بايع البلاد. غير قول لي، غير قول لي، بيناتنا بيناتنا راك بايع البلاد. خاش لي انت ليك انك تقول انا جزائري وراك تهضر في الهضره، خاش تعرف لي زالجينيان العقليه كي دايره وكل شيء، ولو كان لقاو طريق فلسطين مشيت تجي انت تراي عليهم. كراك انا تاني ماذا بيا نروح وغدوه نلقى روحي في الجنه خير من اللي نقعد هنا في الدنيا. جزائري انت القاو، مغربي، جزائري ترك القاو، انت جزائري تبالي مغربي، القاو طريق روسيا خاين وقاو طريق للامانه. امريكا وما لقاوش قول طريق لي فلسطين. قول لي، جزائريين القاو انت طريق مغربي؟